بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. اللي قدامكم السؤال السادس في التوقعات. السؤال بيقول ألف ستار يساوي، طبعا ألف ستار دي بتبقى بيسموها المصفوفة الموسعة، اسمها كده، ده مصطلح ألف ستار، ده يرمز لحاجة اسمها المصفوفة الموسعة. لو احنا لدينا ميم من المعادلات الخطية في نون، في نون من المجاهيل، المعادلة المصفوفية بيتقال عليها ألف سين بتساوي باء. فالمصفوفة الموسعة ألف ستار دايما بيسمها ألف ستار، بتبقى عبارة عن مصفوفة ألف باء، وبتكون على النظم ميم في نون زائد واحد، تمام كده؟ دي بيسموها المصفوفة الموسعة. طيب حلو قوي. والمطلوب مني في السؤال ده، طبعا شايفين المصفوفة، ادي المصفوفة الرئيسية، وادي لما ضفنا اليها باء فبقت المصفوفة الموسعة، دي ألف ودي باء، فيبقى الألف ستار ألف باء زي ما انتم شايفين كده. المصفوفة الرئيسية بصفر، وطبعا انتوا عارفين ليه بصفر. المصفوفة الرئيسية دي بصفر ليه؟ لان في صفين عندي متشابهين، وانتوا عارفين ان اي مصفوفة لو فيها صفين متشابهين يبقى المصفوفة بتساوي صفر. طيب يبقى هنقول له اول معلومة كده، بما ان المصفوفة الف تمام هتساوي ايه؟ صفر. هنقلبه بقى محدد، هيبقى هنقلب بقى المصفوفة دي محدد، هيبقى بما ان المحدد الف، واحد اربعة واحد، واحد اربعة واحد، اتنين سبعة صفر، الكلام ده بيساوي كام؟ المحدد ده بيساوي صفر ليه يا جماعة؟ عشان في صفين ايه؟ متشابهين. طيب هنبدأ نفك، هنفك مين؟ عشان اطلع محدد اصغر منه. ليه انا هعمل كده؟ لان انا عندي حاجة اسمها الراء الف. يعني ايه راء الف؟ دي معلومة لازم تكون عارفها، بيسموها مرتبة المصفوفة، مرتبة الايه؟ المصفوفة. راء الف دي مرتبة المصفوفة. طب ايه هي مرتبة المصفوفة دي؟ هي اعلى درجة للمحدد، اعلى درجة لايه؟ للمحدد. طيب اعلى درجة للمحدد او محدد اصغر للمصفوفة قيمته مالها؟ لا تساوي الايه؟ الصفر. يبقى احنا الراء الف مرتبة المصفوفة، اعلى درجة للمحدد. طب ديت هتبقى من الدرجة كام؟ طبعا الدرجة التانية، اوعى تقول لي التالتة، لان في اتنين شبه ايه؟ اتنين شبه بعض. يبقى لما اجي اقول لك الراء الف بكام، تقول لي يا استاذ باتنين، برافو عليك. طيب والراء الف ستار، الراء الف ستار بكام؟ بتلاتة طبعا. ليه؟ لان هندخل ده على ده فهيبقى بتلاتة، هما هنا اتنين وده واحد داخل كمان، يبقى راء الف ستار بايه؟ بتلاتة. وتم تبقى راء الف ستار بتلاتة، فيبقى ساعتها لو انا عايز راء الف زائد راء الف ستار هتساوي كام يا شباب؟ خمسة. بس اتمنى ان تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال، واستنوني في السؤال القادم.